هناك جرس إنذار حقيقي يجب أن ننتبه له، ويجب أن المجتمع الدولي ينتبه له، ويجب على المؤسسات الحكومية للأوطان اللي نعيشها فيها أن تنتبه له. يعني هناك خلل في الدستور، هناك خلل في التشريعات القائمة على الدستور. كثيرا ما نحكي في عن داعش واللي صار في العراق واستهداف المسيحيين، أقول أن داعش مارست فيزياويا وبطريقة بربرية ما هو موجود في الدستور العراقي، ما هو موجود في المناهج التربية والتعليم العراقية. بسم الله الرحيم. الحقيقة موضوع الحوار موضوع جدا هام، خاصة بعد الأحداث الأليمة التي عصفت في وطننا العربي والمناطق الإسلامية بعضها. هنالك فكر انتشر في الآونة الأخيرة، التشدد، وظهر من خلاله العنف والتطرف في وحسب على الإسلام. يعني أناس يلبسون ثيابنا ويتكلمون بألسنتنا لكنهم يخالفون المنطق الإسلامي السليم الصحيح، وآذوا العبادة والبلاد ودمر. وفي هذا المجال أيضا لابد من تعزيز الحوار بين المسيحيين والمسلمين. يعني النقطة الأولى كانت المسيحيين أنفسهم أن يضعوا فيما بينهم رؤية للمستقبل، رؤية استراتيجية. أيضا عليهم في ثمت اعتداءات على مسيحيين وثمت اعتداءات على مسلمين. أنا لا أقول أننا في الشرق أمام اضطهاد للمسيحيين، نحن أمام بعض الاعتداءات على المسيحيين، وهناك اعتداءات على المسلمين. نحن لا ننسى أن المساجد التي هدمت أكثر بكثير من الكنائس، وهذه كلها عمل التخريب. دائما نتكلم عن التعايش المشترك بيننا، ودائما القيادات طبعا عايزه تعايش مشترك، لكن ماذا عن القاعده الشعبيه؟ وماذا عن رفع هذا المستوى الى كبار مسؤولي العالم عشان لما هم ياخدوا قرارات يقدروا ينفذوها؟ احنا كل اللي بنعمله توصيات. فياريت نسعى للقاعده الشعبيه مع وصولنا للقمه برضه. طب نوصل القاعده الشعبيه ازاي؟ قلت برضه النهارده المجلات، الصحف، الجرائد، النبذات، التلفزيون، الميديا عموما، لان احنا بناخد ثقافتنا من الميديا سواء جرائد. We are for the freedoms of religions, for the freedom of religion, of religion, of confession, confession of the faith. المسيحيين في الدول العربية، هذا النتيجة بحد ذاتها تعتبر نتيجة رائعة جدا. هل المنصة ستتطرق للتعاون في مجال التعليم أو في المنصة سيكون تطوير الخطاب الديني؟ هي نشر ثقافة الحوار، العمل من خلال المؤسسات التعليمية، المؤسسات الدينية، العمل مع الثقافة، مع الإعلام، اجتماعات دورية. About the situation of all the various different religious minorities, particularly in a country like Iraq, which is so diverse, I think in different regions are facing different challenges. How can this conference? The difference. And what is hope? Hope is to know that God is always victorious. But we know that God's victory came through the cross. So. وتبقى قضية تقارب وحوار الأديان تحتاج لمزيد من الجهود الدولية، خاصة
من أجل التصدي لحركات الإرهاب والعنصرية باسم الدين. من فيينا، أسامة نصحي.